الإمام الحسن سلام الله عليه من بعد ما رباه النبي وعبر عنه هذا التعبير وأظهر رغبته في حفد الحسن والحسين، هل احتفظ تاريخنا بهذا المعنى؟ لا والله، مع الأسف. لو تتصور إيش قد الإمام الحسن يتعرض، مو أكو ناس يقولون الحسين مظلوم؟ لا وحقك، الحسين أخذ حقه بحياته. الحسين مو بس أخذ حقه بحياته، لا، الحسين أخذ الدنيا كلها الآن ما أخذها الحسين، نبه شوي، كلها ما أخذها يمينا وشمالا، المظلوم الحسن. هذا هو اللي نصب عليه الظل، التاريخ والواقع وقف عنا يظلمه، اللي عاصره ظلمه، والتاريخ أجا من بعده يظلمه. اللي عاصره يطب عليه واحد من أتباعه يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، يقول له الإمام شو تعال آخر أنت لما ترميني بهذا اش تعرف عني؟ تعرف عني أنا حباب للحياة؟ وفعلا ما الإمام الحسن سلام الله عليه قضى عمره شايل السيف ويقاتل من أيام أبوه أمير المؤمنين في حروب أمير المؤمنين إلى آخر مرة حروب القسطنطينية. الإمام الحسن سلام الله اشترك في جملة الحروب، كان قائد طول عمره، سيفه لا يفارق يده، مو فرد إنسان حباب للحياة. الإمام الحسن كانت الحياة عنده لا تمو، مو من الناس اللي عندهم الحياة عزيزة ويبقى متشبث بها. خرج لله من أمواله 3 مرات، قاسم الله بأمواله 2 مرات، أفنى نفسه في القتال، بحيث كان أمير المؤمنين يوم صفين يقول املكوا عني هذين الغلامين لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله، لا تخلوهم ينزلون للساحة. فإذا شنو اللي دفع هؤلاء أن يظلموا للإمام؟ شايف الجهل؟ السلام عليك يا مذل المؤمنين، يقول للإمام أنا أردت البقيا عليك وعلى أمثالك، وكنتش كم واحد مخلصين، وأعرف أنا النتيجة أنتم راح توصلون إلها بالقتال، لأن أنتم ما عارفين إيش أكو وراء الأكمة، ما عارفين الوجه الثاني من العملة.